ثم عاد صلى الله عليه وسلم يتابع جهاده ودعوته إلى ربه حتى كانت السنة 9 للهجرة، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج في ذلك العام. وفي آخر العام 9 بدأ صلى الله عليه وسلم يشعر بدنو أجله، يشعر بدنو أجله، ويشعر بقرب رحيله، ويشعر بقرب فراقه لمن حوله من الناس. وكان أول إرهاصات هذا الأمر العظيم أنه عليه الصلاة والسلام ودع معاذا لما بعثه إلى اليمن، ومعاذ على راحلته وهو عليه الصلاة والسلام يمشي يقود ناقة معاذ، ثم قال يا معاذ بعد أن أوصاه بما يفعل في الدعوة، قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. يا معاذ، قال يا معاذ لعلك أن تمر على قبري ومسجدي. ثم ودعه صلوات الله وسلامه عليه. فذهب معاذ إلى اليمن، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عزم على الحج على حجة الوداع، فأخذ معه ألوفا عظيمة من الصحابة، وتوجهوا أجمعين إلى بيت الله الحرام، فأحرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة قائلا لبيك اللهم لبيك، يكبر على كل شرف من الأرض حتى وصل مكة. فبدأ بالبيت وطاف حوله، ثم أتم ما يتعلق بالطواف، ثم أتى المسعى فرق الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم إنه أخذ صلى الله عليه وسلم يتمم مناسك الحج شيئا فشيئا حتى كان اليوم 9 وهو يوم عرفة، وكان يوم ذاك يوم جمعة. فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس وهو واقف وهو راكب على راحلته القصوى، خطب في الناس خطبة عظيمة بين لهم فيها معالم الدين، وأرهص وأشعر وأومأ إلى قرب رحيله ودنو أجله. فكان صلى الله عليه وسلم يقول كل بعد مقطع من خطبته يقول ألا هل بلغت، فيقول الصحابة نعم، فيقول صلوات الله وسلامه عليه اللهم فاشهد، حتى كان واضحا معه رغم أنه صلوات الله وسلامه عليه إمام المخلصين. قال عليه الصلاة والسلام لهم أيها الناس إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ووفيت وأديت الذي عليك كله. فرفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض ثم قال اللهم فاشهد. وكان كما قال جابر يودع الناس شاعرا بدنو أجله وقرب رحيله، حتى تم صلى الله عليه وسلم المناسك. فقال في اليوم 12 قال إن نازلون غدا في خيف بني كنانة. فلما كان اليوم 13 رمى صلى الله عليه وسلم الجمرات 3 ثم خرج من هنا قبل أن يصلي الظهر، ونزل في خيف بني كنانة وهو ما يسمى اليوم في مكة بالأبطح، فصلى بها الظهر والعصر، ثم صلى بها المغرب والعشاء، ثم اضطجع صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما كان قبل الفجر أتى المسجد الحرام فطاف طواف الوداع، ثم بعد ذلك صلى بالناس صلاة الصبح، ثم قفل راجعا صلوات الله وسلامه عليه، قفل راجعا إلى المدينة ترفعه النجاد وتضعه المهاد، ويتشرف بوطأة قدميه عليها وهو عليه الصلاة والسلام يكبر على كل شرف من الأرض حتى دخلها، أي دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المؤمنون على وجه الإجمال الأحداث العامة في حياته صلى الله عليه وسلم، والتي سبقت دنو أجله وقرب رحيله. ثم عقب ذلك أحداث متتابعة بدءا من مرضه صلوات الله وسلامه عليه وانتهاء بدفنه، وهي على وجه التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع أرسل إلى غلام له يقال له أبو مولى له يقال له أبو مويهبة، فذهب هو وأبو مويهبة إلى البقيع، فأتى أهل البقيع واستغفر لهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال يا أبا مويهبة إن الله خيرني بين أن أعطي مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقاطعه أبو مويهبة قال يا رسول الله
بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح الدنيا خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا رويبة، ولكنني اخترت لقاء ربي ثم الجنة. ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه وقد شعر بصداع في رأسه، فاستقبلته زوجته عائشة، وكانت رضي الله تعالى عنها قد أصيب صداع قبله، فلما دخل عليها قالت: يا رسول الله ورأسه، تشتكي رأسها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه. أخبر عن مرضه وعن الصداع الذي يصيبه، ثم ما زال الصداع يتعاقب عليه ويشتد مع حمى شديدة كانت تنوب صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ المرض يثقل عليه شيئا فشيئا، فلما أثقل عليه عرف أنه لا يستطيع أن يأتي على بيوت نسائه كلهم. فلما كان في بيت ميمونة بنت الحارث اشتد عليه وجعه، فاستأذن أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضهن، استأذنهن أن يكون في بيت عائشة، فأذن له صلوات الله وسلامه عليه. فخرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة تخطط قدمه في الأرض متكئا على رجلين، هما الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى أتى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فمكث في بيتها يشتد عليه الوجع شيئا فشيئا، وهو صلى الله عليه وسلم يبدأ يشعر بدنو أجله. فلما فقل عليه المرض وشعر صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، أخذ يصنع أشياء يودع بها الناس وتبرأ بها الذمة وما إلى ذلك، فإنه لما كثر عليه المرض واشتد عليه الوجع طلب أن يهرق عليه 7 قرب من الماء لم تحل أوكيتهن، فأهرقوا عليه 7 قرب صلوات الله وسلامه عليه. ثم خرج إلى الناس عاصبا رأسه، فدخل المسجد وبدأ بالمنبر، وأول ما بدأ في خطبته صلى على شهداء أحد واستغفر لهم وفاء منه صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ثم بعد ذلك أخذ يوصي الناس بالأنصار وفاء منه صلى الله عليه وسلم للأنصار، فقال: إنهم كرشي وعيبتي، وأنهم أدوا الذي لهم وبقي الذي عليهم، وأوصى الناس من بعدهم أن يقبلوا من محسنهم وأن يتجاوزوا عن مسيئهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وزهرتها ثم الجنة وبين لقاء ربه فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وفهم المراد، وقال: من أقصى المسجد بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم التفت إلى الناس يبين لهم مقام أبي بكر في الأمة، فقال: إن من آمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ثم قال: لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. فلما انتهى من ذلك صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى بيته، يزداد عليه المرض شيئا فشيئا. ثم دخلت عليه ابنته فاطمة فسرها بشيء في أذنها فبكت، ثم سرها كرة أخرى فابتسمت، ثم سئلت عن ذلك بعد فقد أخبرها في الأولى بقرب أجله ودنو رحيله وأنه سيموت في مرضه هذا فبكت، ثم أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة فابتسمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قبل 4 أيام من وفاته أعتق غلمانه وتصدق 7 أو 9 دنانير كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه. ثم مكث المرض يشتد عليه، فكان يغيب أحيانا ويفيق أحيانا من شدة الحمى التي كانت تصيبه صلوات الله وسلامه عليه. فلما عرف أنه لا يقدر أن يصلي بالناس أرسل إلى أبي بكر أن يصلي، فخافت عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها في أن يقف في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك دمعته. فأوصت من يدعو عمر أن يصلي فصلى بهم عمر، فلما سمع صلى الله عليه وسلم صوت عمر
قال: يا أبا الله ذلك والمؤمنون لا يصلين بالناس إلا أبا بكر، كالإشارة إلى استخلافه من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قبل 4 أيام من وفاته ثقل عليه المرض، وبقي أبو بكر يصلي بالناس حتى خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجدهم يصلون وأبو بكر يتقدمهم، فأشار إلى أبي بكر أن يبقى مكانك فلم يقبل، فرجع أبو بكر وصلى صلى الله عليه وسلم إماما بهم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فلما فرغ من الصلاة قال: يا أبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كان لأبي بكر أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته يشتد عليه الوجع ويرى من الكرب ما الله به عليم، حتى كان يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول على الصحيح، والثاني عشر من شهر ربيع الأول على قول الجمهور.